في ناس بالبلد بيبقى عندك شك انهم اغبياء، لكن بس تسمعهم عم يحكوا بيصير عندك يقين انهم اغبياء. كتار من السياسيين عنا بينطبق عليهم هالكلام. انت احيانا بتقول بينك وبين نفسك ليك هيدا بكرة اذا حكي رح تقوم لقيامي، بيطلع يحكي، انت بتصير ناطر انه مدري شو رح يصير، واذا حكيته مثل الصباط على البلاط. كيف يعني بيطلع واحد وبيهدد قائد الجيش انه هالقد البلد صارت مثل الحمام المقطوعة ميته؟ من زمان كنا نسمع مين يقول اللي بيكبر الحجر ما بيعود فيه يضرب، والتهديدات السياسية اللي عم نسمعها فشت خلق لواحد لابس صباط ضيق. خلصنا تخريع بقى. هذا رأيي، فكر فيها.